يعني رجع الحياة للدومة، رجعت أول شيء للتدريس، صار عندنا أعداد كتير هائلة يعني الطلاب، توفرت الكتب بشكل كتير ملحوظ، صرنا نروح المدرسة بأمان. نسجل الطفل الدومة والروضة من الإرهاب. للاسف انه انقطعت عننا، مصروف زايد لقدام ما عاد في يعني مجال اكثر من اجار البيت انه نحن نحتفظ فيه انه ما يروح من ايدنا. رجع على سوريا طوال الوضع ما هيك ما بنرجع. انا بتمنى اذا بصرنا هجره بتمنى من الله لوين من كان نهاجر ما مشكله، بس المهم انه نهاجر البلاد ما يصير لهم مستقبل وكيان بالحياه. قديش يابا؟ هاي اليابا 24 كيلو 40 ونص. Продолжение следует...